من كل الساده المشاهدين ان احنا الحاله الجويه عندنا في جمهوريه مصر العربيه مطمئنه تماما. بعض التقلبات الجويه المعتادين عليها دايما في الفصول المختلفه، لان العاصفه الجويه اللي اثرت على الجمهوريه الليبيه بمجرد مرورها على اليابسه او على الارض فقدت قوتها بشكل كبير وبدات تضعف وبدات تتحول لمنخفض جوي بيأثر علينا دايما في حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. احنا كلنا شفنا بالامس يعني وجود بعض الاتربه والرمال المطاره مع دخول المنخفض الجوي للاراضي المصريه، اتربه ورمال مطاره في بعض المحافظات، سقوط امطار ايضا على محافظه مطروح، يمكن اليوم مع حركه المنخفض الجوي على شمال البلاد باتجاه المناطق الشرقيه شفنا التقلبات الجويه ما بين انخفاض في درجات الحراره او سقوط امطار متفاوت الشده، او حتى كمان كان نشاط رياح مسيل للرمال والاتربه وادى لانخفاض الرؤيه الافقيه، لكن مجمل الظواهر الجويه كلها ما اثرتش تماما على اي اعمال انشطه يوميه وما كانش منها اي ضرر في اي محافظه من محافظات الجمهوريه الحمد لله. ويمكن يعني متوقع غدا كمان ان المنخفض الجوي شدته تقل فتبقى معانا فقط فرص لسقوط الامطار خاصه في المناطق الشرقيه لان اتحرك خلاص باتجاه شرق جمهوريه مصر العربيه. امطار ما بين الخفيفه المتوسطه على محافظات السواحل الشماليه للبلاد، خفيفه على المناطق الداخليه بما فيهم طبعا محافظات الوجه البحري والقاهره الكبرى وخليج السويس ومدن القناه وبعض المناطق من سيناء، لكن مجمل امطار غدا ان شاء الله ايضا غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه مع استمرار طبعا انخفاض درجات الحراره، وتعتبر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه مثل هذا الوقت من العام. الاتربه والرمال المطاره هتبدا تتلاشى تماما من معظم محافظات الجمهوريه، ويبقى معانا نشاط للرياح يخلينا نخف بشكل كبير بالاجواء الاشبه بالاجواء الخريفيه واعتدال في الاجواء. ومع ده بدايه من الخميس يا دكتور الكلام ده؟ لا، ده اللي هيكون معانا بكره الاربعاء ان شاء الله، مع يوم الخميس المنخفض الجوي يتلاشى تماما ويكون عندنا استقرار في الاحوال الجويه، ما فيش اي فرص لسقوط الامطار في اي محافظه من محافظات الجمهوريه الحمد لله، ونرجع تاني للاجواء المعتاده لمثل هذا الوقت من العام، وده متوقع هيكمل معانا كمان لمنتصف الاسبوع القادم على الاقل. يعني نقدر نقول ان الذروه كان النهارده. الذروه كان النهارده وما كانش كمان يعني تاثيرها قوي او في اي اضرار منها في اي محافظه من محافظات الجمهوريه الحمد لله. ويمكن احنا يعني الحاله الجويه عندنا لا تقارن تماما بالجمهوريه الليبيه في تعزيم الشعب الليبي في الكارثه او يعني الانسانيه اللي موجوده هناك، لكن الحمد لله احنا هنا المنخفض الجوي اثر علينا ببعض التقلبات الجويه، ما نقلقش تماما الحاله الجويه في جمهوريه مصر مطمئنه بشكل كبير، ومهم جدا ان احنا في الفتره دي نتابع نشرات الجويه لان الفتره دي تعتبر فتره من الفترات الانتقاليه اللي بيحصل فيها بعض التغيرات الجويه في حاله الطقس بصوره دائمه. يعني حضرتك اذا بتطمني الجميع، خاصه كمان لو هنخص بالذكر المحافظات الساحليه مطروح السلوم المناطق دي اسكندريه سيوه اللي كان في كلام كتير جدا على اوضاعهم وان هم الاكثر تاثرا بهذا المنخفض او بهذا التغير الجوي، حضرتك بتطمني الجميع في كل الاماكن. بالفعل يمكن هو المنخفض الجوي بالامس مر على محافظه مطروح ككل سيوه والسلوم ومدينه مطروح وتقدم لمناطق من الاسكندريه وما كانش منه في اي تاثير مقلق بالامس الحمد لله، كانت فقط امطار ما بين المتوسطه والغزيره وبعض نشاط للرياح، ومع اليوم قلت الحاله الجويه في المنطقه الغربيه، وغدا ممكن الحاله الجويه تبقى قليله جدا في المنطقه الغربيه من محافظه مطروح والاسكندريه وتكون على المنطقه الشرقيه، وايضا نطمن كل يعني المواطنين الموجودين في المنطقه الشرقيه اللي هي السواحل الشماليه الشرقيه يعني الامطار اللي هتبقى موجوده معانا غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. طيب بصفه عامه دكتور منار كده لو هنتكلم على الفتره اللي جايه، وارد ان يتم التعرض لمثل هذا الاعصار او في تنبؤات او توقعات بتغيرات مناخيه عنيفه بهذا الشكل؟ يعني احنا خلينا نقول ان هي عاصفه جويه مش اعصار او عاصفه مدريه، احنا في البحر المتوسط في دول حوض البحر المتوسط وارد ان هم يتاثروا ببعض العواصف الجويه خلال الفترات اللي جايه وخاصه في فصل الخريف، لان في ارتفاع في درجات الحراره على سطح البحر المتوسط وده هيبدا يعمق المنخفضات الجويه بشكل كبير، وممكن في بعض الحالات الجويه تتحول ل يعني عواصف زي اللي احنا شفناها، فعشان كده احنا بنقول لازم يبقى في منظومه انذار مبكر تخلينا دايما في حاله يقظه للحالات الجويه العنيفه، لان التغيرات المناخيه بتلعب دور كبير جدا في الحالات الجويه وخاصه في الحاله الجويه الماضيه. صحيح. الاضطرار العالمي ممكن يؤدي لعنف ظواهر جويه زي